قوات نادي الاهلي من فندق الاقامه بقى. كابتن طارق سليمان، مليون مبروك، فزت النهارده بطوله الدوري، دوري ولا اغلى دوري ولا اطعم اصعب بطوله الدوري للنادي الاهلي، بطوله ليها طعم كبير قوي. النهارده الحراس بيتالقوا وبيعملوا فارق كبير في حصول النادي الاهلي على بطوله الدوري. والله الحمد لله رب العالمين. بطوله صعبه زي ما انت قلت، احنا تعبنا كتير جدا جدا الموسم حوالي 12 شهر، ولكن الحمد لله في الاخر متوج بالبطوله. فببارك طبعا اكيد لمجلس اداره النادي الاهلي، وببارك طبعا للعيبه وجهاز فني وجهاز اداري وجهاز طبي. بصراحه تعبنا كلنا، يعني المنظومه كلها تعبت، المنظومه كلها موسم طويل قوي وموسم شاق وموسم عشنا فيه فترات صعبه جدا جدا جدا. كنا متاخرين في الدوري، في الاول الدوري، ولكن بنراهن دايما على نفس النادي الاهلي وعلى صبر النادي الاهلي وعزيمه اللعيبه. فبصراحه يعني البطوله صعبه، بهديها لمجلس اداره النادي الاهلي، وبخص طبعا كابتن محمود الخطيب ان الضغوط صعبه جدا جدا حطينا فيها. فالحمد لله رب العالمين. بقول لك ببارك طبعا اكيد لشناوي وعلي لطفي وشيف اكرامي، طبعا تعبوا كتير. لا انا بتكلم طبعا في الثلاثه الاول، الثلاثه لعبوا وتعبوا. شريف اكرامي ان شاء الله يرجع قريب قوي ان شاء الله بالسلامه، ان شاء الله يعني بتكلم في اسبوعين ان شاء الله و10 ايام ان شاء الله. طبعا طبعا شريف حارس مرمى كبير، وحارس مرمى له تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي، مؤثر جدا جدا في النادي الاهلي، شخصيته شخصيه قويه، وانت عارف بيلم اللعيبه بشكل كويس قوي. فببارك له طبعا النهارده ما كانش موجود، ببارك له النهارده على البطوله، وببارك طبعا للشناوي وعلي لطفي، وطبعا مصطفى شوبير واحمد طارق، المجموعه كلها يعني، ببارك لكل اللعيبه والحمد لله رب العالمين. شكرا.